اسمك الاصلي ايه؟ الحقيقة اسمي محاسن على اسم جدتي محاسن الحلو. انت تعتبري حفيدة محاسن الحلو بالظبط، واصغر مدربة اسود مصر ووطن عربي. لو دق احد على باب حياتك ودخل هذا القلب وطلب منك ان تتنازلي عن هذا العالم، ما اقدرش. عالم الاسود والزواحف، تقدر تقطع علاقتك بباباك ومامتك الى هذا الحد؟ طبعا. نعم، انا بالنسبه لي ده كده الاسود. لو هتقدر تبعد عن باباك ومامتك اوكي، هقطع مع الاسود. اذا انت قد وهبت حياتك لمين؟ للاسد طبعا، اسد والنمور، كل الحيوانات دي. فصلت الحيوانات دي، انا مش حاجه نادره. في قبليه محاسن الحلو كانت في حياتها كده، بس انت عارفه انها اتجوزت شهرين بس، طلع عندها اولاد، بابا وعمته كانوا عايشين وبرضه في نفس المجال وعايشين حياتهم مفيش مشكله، واتجوزوا وخلفوا وجابونا وجابوا اولاد عمتي، كلنا يعني عايشين مفيش مشكله. الحياه ما بتقفش او بتقفل بسببنا. مدربه اسود معناها كده ان انا اتحطيت جوه سجن وقفلت على نفسي؟ لا طبعا، في حياتي اكيد في، هيجي في يوم حد، زي ما امي ادركت شغله ابويا، وزي ما عمته نفس القصه، وزي ما جدتي نفس القصه، اكيد هيجي حد يدرك مهنتي ومش هيقدر يبعدني عن حاجه اللي بتخليني اتنفس، او حاجه اللي بتخليني زي الاكل والشرب والنفس الاكسجين بتاعي. الاسلوب بالنسبه لي كده. وانت بيقول لك